بغداد الحصين دي يسألون عن أي ذنب يبتلون يترنحون على الشفايا جوع يبتسمون أمس الموت ثم يودعون أطفال بغداد الحصين دي يسألون عن أي ذنب يبتلون يترنحون Grazie, grazie Susanna per essere stati qui con noi, e noi ci spostiamo perché è arrivata la madrina di un gol per la pace 2008, una brava...